الشعب الكبرى مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني اللي هو رئيس الوزراء هناك، بحضور الوفد المصري المرافق له في يومه الثالث لزيارته للصين. الحقيقة أن المباحثات حتى الآن أسفرت عن التوقيع عن عدد كبير من الاتفاقيات، يمكن أخبار سارة من الصباح بتتوالى، يمكن كان أبرزها اتفاقات في مجال النقل، اتفاقات حوالين طرق نقل سريع، يمكن كان أبرزها الأخبار المتداولة عن اتفاقيات بخصوص إنشاء خط للقطار السريع من أو فائق السرعة من أسوان للإسكندرية وغيرها من المسائل. هل الاقتصاد وحده هو المسألة اللي تم طرحها من مختلف الزوايا، ولا في موضوعات سياسية أخرى ممكن نقول إن هذه الزيارة ممكن تكون أثمرت عن أو أنتجت ثمار فيها؟ على الهاتف معنا دكتور حسن نفعة المحلل السياسي المعروف. دكتور حسن، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور، عايز أعرف من حضرتك أهمية هذه الزيارة للصين، يعني هل ممكن نقول أنها جاءت بجديد في المجال السياسي، ولا ثمارها الأبرز هتكون في المجال الاقتصادي؟ يعني هي مهمة من الناحية الاقتصادية، ولكن أعتقد أن أهميتها تتجاوز بكثير النواحي الاقتصادية. هناك حديث عن بناء شراكة استراتيجية مع الصين، والشراكة الاستراتيجية تعني تعاون في جميع المجالات، وليس فقط تعاون وإنما بناء علاقة دائمة ومستمرة بين مصر والصين في جميع المجالات. هناك إدراك من جانب الصين أن مصر دولة مهمة، ليس في حد ذاتها فقط، وإنما باعتبارها مدخل أساسي للعالم العربي ومدخل أساسي لشمال وجنوب إفريقيا، وبالتالي تحسين العلاقة أو بناء علاقة استراتيجية مع مصر يحقق فائدة استراتيجية كبرى بالنسبة للصين التي ستتوسع مستقبلا وستكون هي الدولة الأهم على الصعيد العالمي. هي بالفعل أصبحت الدولة الأولى في الاقتصاد، ولكن هي تبدأ بالاقتصاد لتنتهي بالسياسة والأمن، وإنجازاتها في مجالات الفضاء وفي مجالات أخرى ستعطيها الفرصة لكي تصبح قوة سياسية كبرى، وهي بالفعل عضو دائم في مجلس الأمن، والعضوية الدائمة في مجلس الأمن تضفي على الدولة أهمية كبيرة من الناحية السياسية. طب يعني أنا ممكن أفهم يا فندم، يعني طبعا هي يعني صعب الفصل بين السياسة والاقتصاد، والكثيرون شايفين أن الاقتصاد دلوقتي بقى محرك أساسي للسياسة في مناحي كتيرة، وبالذات لدولة بحجم اقتصادها بحجم الصين. إيه اللي الصين ممكن تتوقعه من مصر؟ يعني إيه لماذا تبحث عن التعاون مع مصر إذا كان مصر لديها من الأسباب ما يدفعها للتعاون مع الصين؟ الصين تبحث عن التعاون مع مصر بقدر ما تبحث مصر عن التعاون مع الصين. مصر إذا أقامت علاقة استراتيجية مع الصين فهي يعني تعمل على إحداث توازن في النظام الدولي. الصين تريد أن تصبح دولة فاعلة في النظام الدولي، لها مصلحة في أن يصبح النظام الدولي متعدد الأقطاب وليس نظام يهيمن عليه قطب واحد، ومصر تستطيع أن تعاون في هذا، خصوصا وأن لها علاقات قوية وتاريخية منذ مؤتمر بندونج بدول عدم الانحياز قديما ودول العالم الثالث حاليا. فالمصلحة متبادلة وواضحة جدا. مصر تحتاج الصين لتصبح قوة موازنة في النظام الدولي، والصين تحتاج مصر لأنها تريد أيضا أن تدخل إلى أسواق العالم العربي وأسواق إفريقيا. بس الصين موجودة فعلا في أسواق العالم العربي وفي أسواق إفريقيا، وهي أحد أهم الاقتصادات المؤثرة في شرق إفريقيا وفي أماكن كثيرة فيها، ويعني منتجاتها موجودة في كل حتة في العالم. بالتأكيد، لكن الفكرة في المرحلة القادمة مش هتبقى بس توزيع منتجات، وإنما هتبقى مناطق صناعية تستخدم كنقطة انطلاق للتوزيع. وأظن أن مصر اقدمها على مشروعات كبرى زي مشروع قناة السويس او مشروع تخزين حبوب مثلا، ان كان يعني هذا المشروع سيتم. اظن ان الصين ولديها فوائد كبيرة. لا تنسي ان الصين تقريبا هي الدولة الاولى في العالم التي لديها فوائد في ميزان المدفوعات ولديها احتياطات نقدية ضخمة جدا، وبالتالي هي تريد ان تستثمر في مشروعات كبرى، ومصر مقدمة على إقامة مشروعات ضخمة، والصين يعني ستصبح جاذبة جدا لدولة مثل الصين، والصين لها مصلحة أن تستثمر في مصر. أحد الأسباب اللي اتقالت لتأجيل المؤتمر الاقتصادي إلى مارس، من فبراير لمارس،
هي الرغبة في أن اقتصادات شرق أسيا ومن بينها الصين تكون حاضرة في هذا المؤتمر. حضرتك تتوقع أن هي هتكون الشريك الأبرز أو هي المستثمر الأبرز في مصر؟ هل علينا أن احنا نكون متوجهين في جهة، يعني مين إيه ترتيب الاقتصادات، وهل السياسة هي اللي هتختار الدول اللي هتشارك هنا، ولا هيكون المسألة مسألة تجارية بحتة؟ أحد أسباب إقدام الرئيس السيسي على زيارة الصين في هذه المرحلة وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي هو أن يكون هناك تبادل حر وصريح للآراء، بحيث يعني يفصح السيسي عن نواياه فيما يتعلق بمشروعاته بالنسبة لمصر وسياسة مصر الخارجية إلى آخره، وبالتالي تستطيع الصين أن تطمئن إلى أن مصر في المرحلة القادمة هي دولة مستقرة ودولة لديها مشروعات طموحة تريد أن تقيمها، وبالتالي يعني هذا سيطمئن الصين تماما إلى أن الوقت قد حان لكي تستثمر الصين بكثافة في دولة مثل مصر. لكن الوضع كما أريد أن أقول وأتمنى أن لا تكون القضية قضية اقتصادية فقط، قضية تبادل تجاري، فالاقتصاد أوسع بكثير من فكرة الاستيراد والتصدير، إنما موضوع اقتصادي بمعنى أن تساعد الصين على أن تصبح مصر أيضا دولة صناعية وأن تقوم بعملية نهضة شاملة، ولكن هناك حوار استراتيجي يتعلق بشكل النظام الدولي في المرحلة القادمة وبدور دول صاعدة مثل الصين ومثل مصر أيضا في هذا النظام الدولي.